شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن غارات جوية على تعزيزات لميليشيات الحوثي في منطقة الحوك بجبهة الساحل الغربي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية. وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة الساحلية، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.